فلا يمر بطيب العيش إنسان. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن، ساءته أزمان. هي الأمور كما شاهدتها. حينما انتصر عبد الرحمن الداخل على يوسف الفهري في قرطبة واستطاع أن يستولي عليها، واستطاع أيضا أن يعود إليها مرة أخرى حينما تحايل عليه يوسف الفهري، فأرسل ابنه بعدما خرج الداخل من قرطبة ليستولي على قصر الإمارة. استتب الأمر لعبد الرحمن الداخل في قرطبة، وذلك في عام 400 للهجرة. عند ذلك فر يوسف إلى، طبعا حدث صلح بين يوسف الفهري وبين عبد الرحمن الداخل، ووافق الداخل على الصلح. وكما قلنا كان من صفات عبد الرحمن الداخل أنه يميل دائما إلى العفو والتسامح، وافق على الصلح مرة أخرى مع يوسف الفهري. ولكن يوسف هرب مرة أخرى وغدر بعبد الرحمن الداخل في عام 41 للهجرة. انهزم إلى طليطلة عند ابن عمه هشام ابن عروة الفهري، ابن عم عبد يوسف بن عبد الرحمن، وآوى إلى ابن عمه وأراد أن يرتب مع ابن عمه للثورة الجديدة على عبد الرحمن الداخل. لكن والي أشبيلية من قبل عبد الرحمن الداخل اسمه عبد الملك ابن عمر المرواني كان متيقظا لهذا الأمر، وهو رجل قوي وقيادته كانت قيادة محكمة، فاستطاع أن يلتقي بيوسف ابن عبد الرحمن الفهري على حدود طليطلة وأن يهزمه ومن معه. وكانت النتيجة ما هي؟ قتل يوسف، وقتل ابنه عبد الرحمن، وقتل صاحبه الصميل، وانتهت هنا فتنة يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، فاستقرت الأمور لعبد الرحمن الداخل. حدثت ثورة أخرى، ونحن نكرر ونقول هذه الثورات تحدث بين المسلمين في الأندلس، وكان شمال الأندلس يتعرض لهجمات شرسة من قبل الإفرنج الذين استغلوا فرصة الصراع بين المسلمين، فأخذوا يختلسون الولايات الإسلامية في شمال أسبانيا واحدة تلو الأخرى. وهؤلاء الذين يتصارعون كانوا بعيدين عن التفكير في هذا الوضع في شمال الأندلس. حدثت ثورة أخرى من قبل فتى اسمه القاسم ابن يوسف الفهري، وكأنما أراد أن ينتقم لأبيه وأخيه من الداخل، مع أن أباه وأخاه هما السبب في الانتقاضات التي حصلت، وهما اللذان جريا على الغدر والخيانة وسعيا إلى حتفهما بنفسيهما. قامت هذه الثورة للقاسم في عام 43 للهجرة وفي الجزيرة الخضراء، ولكن أيضا عبد الرحمن الداخل استطاع أن ينهي هذه الثورة وأن ينهي قيادة القاسم ليوسف الفهري وأن يقتله أيضا ليلحقه بأبيه وأخيه. هنا حدث ما لم يكن في حسبان عبد الرحمن الداخل، فقد كان هو يبني نفسه في قرطبة ويحاول أن يجمع أشتات المسلمين ويحاول أن يقضي على العصبيات القبلية التي كانت منتشرة في تلك الفترة، ولكنه سمع بأن العلاء ابن مغيث اليحصبي، وهذا من جماعة أبي الصبح اليحصبي، هذا العلاء ثار في منطقة باجة في عام 46 للهجرة، فأقلق كثيرا عبد الرحمن الداخل. لماذا؟ لأن العلاء قد بعث إلى أبي جعفر المنصور وهو الخليفة العباسي في المشرق، بعث إليه يعرض عليه أن يكون واليا له على الأندلس وأن يتلقى دعم أبي جعفر المنصور للقضاء على عبد الرحمن الداخل. فكأن الأمر قد أعجب أبا جعفر المنصور، فأرسل مساعدات مالية وبعض المساعدات الأخرى إلى العلاء بن مغيث اليحصبي، وقد كان في منطقة باجة من الأندلس. وبدأت قوة أبي العلاء تنمو في هذه المنطقة،
وبدأت تقلق فعلا عبد الرحمن الداخل، لكنه استعان بالله وجمع جنوده وقال لابد أن نتعامل مع مشكلة العلاء بن مغيث اليحصبي بصورة حاسمة وسريعة، لأن بقاء هذه المشكلة ستشكل خطرا كبيرا، خاصة وأن عبد الرحمن الداخل قد علم أن وراءها أبا جعفر المنصور، ونحن نعلم أن الخليفة العباسي كان يتمنى أن تصبح الأندلس تابعة له، لأن بلاد الأندلس بلاد خيرات وبلاد طبيعة خلابة وبلاد إنتاج زراعي ضخم جدا، وفيها ثروة هائلة، ثروة زراعية وثروة حيوانية، وأيضا بعدها السياسي وعمقها الاقتصادي، فكان يريد أن تكون رافدا للدولة العباسية، ولكن وجود عبد الرحمن الداخل فيها سيحول دون ذلك. فتعاون مع العلاء بن مغيث اليحصبي، لكن عبد الرحمن الداخل كون قوة وذهب إلى منطقة باجة والتقى مع العلاء اليحصبي في معركة وصفت بأنها معركة كانت قوية وعانى فيها الناس من شدة القتال، لأن كل فريق كان يحرص أن تكون الجولة له حتى يستطيع أن يملك بلاد الأندلس. لو فاز العلاء اليحصبي وانتصر فسيكون هو والي أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي على الأندلس، ولو فاز وانتصر عبد الرحمن الداخل فسيكون هو أمير الأندلس بلا منازع. بعد القتال الشديد انتصر عبد الرحمن الداخل وقتل العلاء بن مغيث اليحصبي، وقتل معه بعض رجاله الأشداء الذين أبلوا بلاء قويا في المعركة. فعبد الرحمن الداخل هنا اتخذ طريقا آخر، ألا وهو طريق الشدة. وبعض المؤرخين يقول هنا اختلفت الطبيعة في هذه القضية بالذات في هذه القصة، لأنه رأى أن العلاء قد أقلقه فأخذ احتز رأسه ورأس مجموعة من الرجال معه، وبعث برأسه ورأس بعض الرجال إلى مكة حيث كان هنالك أبو جعفر المنصور لأداء فريضة الحج، ويقال إن الرأس ألقي عند خيمة أبي جعفر المنصور، فلما رآه ذعر وعلم أنه أمام رجل قوي في الأندلس وأنه يجب عليه أن يكتفي شره كما قال هو، قال الحمد لله الذي جعل بيننا وبين صقر قريش البحر، وهو الذي أطلق على عبد الرحمن الداخل صقر قريش، وكان يقول إن الفتى الذي يستحق أن يمدح فيكون هو الفتى هو عبد الرحمن بن معاوية. وكان أبو جعفر المنصور يشيد دائما بقدرات هذا الفتى الأموي الذي كان في الأندلس، وهنا قنع أبو جعفر المنصور بأنه لا مطمع له أصلا في الأندلس ما دام قد حصل للعلاء اليحصبي ما حصل، وقد رأى رأسه أمامه في مكة، وهو ما أدهش أبا جعفر المنصور كيف نقل الرأس من الأندلس إلى مكة، فألغى فكرة التدخل في الأندلس، وكان يقول دعوا عبد الرحمن بن معاوية ودعوا صقر قريش فالحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر. هنا استتبت الأمور لعبد الرحمن الداخل، وبدأت حنكته السياسية تتمثل في الإصلاحات، فقد التفت إلى الأندلس وبدأ يجمع الناس ويقول لهم أنتم هنا لتقيموا دولة الإسلام ولتواجهوا أعداءكم من الإفرنج وغيرهم، فيجب أن تنتهي العصبيات القبلية ويجب أن تستقر بلاد الأندلس سياسيا، وقد استطاع عبد الرحمن أن يفعل ذلك بتفاصيل ترويها لنا كتب التاريخ عن الخلاف، عن الإمارة الأموية والخلافة الأموية في الأندلس بعد عبد الرحمن الداخل. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، هي الأمور كما شاهدتها.